هذا الولد يا ولد، جيب لي العلاج الله يستر عليك. ابشر ابشر. طمنا عليك يا عم، ايش اخبارك؟ والله الحمد لله يا ولدي، انا ادعي لي. كيف العيال؟ كيف الاهل؟ الله يبارك فيك، والله كلهم طيبين وبخير الحمد لله. سلم لي عليهم، لي فتره ما ابغى اشوفهم. ايوه صار ان شاء الله، كبروا العيال وانشغلوا، الا في شغله والا في مدرسته. الحمد لله على كل حال. الله يحفظهم لك يا رب. اللهم امين. قبل ما نفرح فيك كمان انت. حياتك يا رب يا عمي. تفضل يا عمي. هذه ادويه كل شهر. طيب يا ولد. تفضل. شكرا. العفو. يعطيك الف عافية. وهذه ال50 ريال حقة العلاج. خلي يا عمي خلي. لا يا ولدي هذه حقة المحل، انت ايش لك؟ شكرا يا ولدي. الله يعافيك. طيب يا عمي قدامك العافية يا رب. الله يعافيك ان شاء الله، يكفيك شر المرض. امين يا رب. يلا سلام. طمنا عليك. ان شاء الله يا ولدي. مع السلامة يا عمي. مع السلامة. تفضل يا عمي، وهذا العلاج. شكرا يا ولدي. وهذه ال50 حقة العلاج. شكرا يا ولدي. يا عمي استنى، 50 ريال ايش؟ العلاج قيمته 250 ريال. 250؟ والله متى ساعة يا ولدي؟ انا الشهر اللي فات جيت هنا عند زميلكم هذاك اللي هنا طاهر، واعطيني ال50 ريال ويعطيني نفس العلاج. يا عمي العلاج اللي اكثر من 3 سنين سعره ثابت ما تغير. يا ولدي نفس العلاج. طيب لا حول ولا قوة الا بالله. طيب هو فين طاهر زميلكم؟ اتوفى الاسبوع الماضي. انا لله وانا اليه راجعون. طيب ينفع تديني ب50 ريال من العلاج حقي؟ الا ممكن يا عم. تفضل. شكرا يا ولد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. على فكرة يا دكتور، ترى الرجال ذا صادق، كان يدفع 50 ريال بس للعلاج. كيف؟ كان طاهر يكمل 200 الباقية. ما أجمل أن ننفق مالا لمعونة أهل الإسلام، فنعين مريضا في سقم تغزوه جيوش الآلام. وليش كان طاهر يدفع؟ يعرف ظروفه، مسكين الله يعين، يعين الجميع. يا عم يا عم دقيقة، استناني استناني لحظة. ايش في يا ولدي؟ لا تقول لي تبي تنقص من العلاج كمان. لا يا عمي انا كنت غلطان، علاجك صح ب50. يعني كلامي طلع صحيح؟ تمام كلامك صحيح. طيب يا ولدي يعطيك العافية. استنى يا عم. ايش في؟ بس حيروح معاك وليد يوصلك لحد البيت، وما يحتاج بعد كده تجي، كل شهر يجيك العلاج لحد بيتك وهو ب50. وليش الكلفة هذه يا ولدي؟ أنا أجي كل شهر وأخذ العلاج حقي. ما في تعب ولا حاجة يا عمي. طيب الله يكرمك يا ولدي، الله يعطيك العافية. مع السلامة. السلام عليكم. الله يرحمك يا طاهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ما أجمل أن ننفق مالا لمعونة أهل الإسلام، فنعين مريضا في سقم تغزوه جيوش الآلام.